السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من استوديو قناة الريان في حديقة البدا، حيث تقام فعاليات معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي يحمل شعار صحراء خضراء بيئة أفضل. حياكم الله مشاهدينا، تتواصل تغطياتنا لمعرض إكسبو الذي يشهد تجددا بالفعاليات يوما بعد يوم، بحيث نشاهد يوميا أقسام جديدة وأنشطة متنوعة تجذب الزوار وتشكل مصدرا للترفيه والاستفادة في وقت واحد. وكما عودناكم فإن ندباء قناة الريان متواجدين باستمرار لتغطية كل الفعاليات التي تشهدها أروقة المعرض وأجنحته المختلفة. واليوم معنا الزملاء منذر ثاني ومشعل حسن ومحمد عبد الله. في البداية تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالتين خطيتين من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنتا دعوة سموه للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك في شهر أكتوبر الجاري، ودعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الإفريقي في شهر نوفمبر القادم والمزمع عقدهما في المملكة العربية السعودية. نعم، قام بتسليم الرسالتين سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سمو الأمير المفدى له بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى سمو الأمير المفدى، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء. من جانبه حمل سمو الأمير المفدى السفير السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيد من الرفعة والنماء. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتهما وتطويرها. نعم، كذلك تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام المزمع عقدها في مدينة القاهرة في 21 أكتوبر الجاري. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية، وذلك خلال استقبال سمو الأمير المفدى له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سعادة السفير المصري تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه حمل سمو الأمير المفدى سعادة السفير المصري تحياته لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب المصري الشقيق موفور التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزهما. في موضوع آخر، انطلقت بفندق ويستن الدوحة فعاليات الملتقى التدريبي الخامس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي تنظمه إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى 5 أيام. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تحت عنوان الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة، انطلقت فعاليات الملتقى التدريبي الخامس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه إدارة شؤون الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. ويتناول الملتقى العديد من المواضيع مثل تعريف التسويق ومفاهيمه وتوجهاته عبر الزمن ومهامه المختلفة مع العملاء وغيرهم، إضافة إلى أنواع العملاء وكيفية التعامل مع كل منهم. هذا الملتقى حرصنا أن يكون المشاركين فيه من الأخوة
المتخصصين والعاملين في هذا المجال في أجهزة ومؤسسات الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي. أيضا حرصنا أن يكون المحاضر الدكتور مبارك بن سالم العازمي، هو أيضا متخصص في التسويق والدورات والعمل الخيري، أيضا تم اختياره بعناية، اختيار الدكتور. كذلك هناك أيضا المادة التي تم عملها مادة جدا مناسبة لهذا الملتقى، بإذن الله راح يستفيدون الأخوة المشاركين من ورش والأعمال التي ستقام من خلال الملتقى. وسيتم كذلك خلال أيام الملتقى الخمسة استعراض حالات عملية عن التسويق، ومن ذلك التسويق الاستراتيجي والتسويق التكتيكي وماهيته، بالإضافة إلى الجانب النظري للتسويق وهيكلته ووضع خططه التشغيلية. بعد مسيرة طويلة في المجال الدعوي والإنساني في العديد من البلدان حول العالم، انتقل إلى رحمة الله تعالى الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور أحمد الحمادي، ليرحل جسده ويبقى أثره. لقد شاءت الأقدار أن تفقد قطر واحدا ممن عرف عنهم التميز والإخلاص في ميادين التعليم والدعوة والعمل الخيري ودماثة الأخلاق والتفاني والعمل الصالح وبشاشة الوجه. ومع هذا الحدث الجلل، ليس لنا إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وإن لله وإنا إليه راجعون. أسرة قناة الريان الفضائية تنعي الشيخ الدكتور أحمد الحمادي، سائلين الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. اللهم آمين. وللحديث عن مناقبه رحمه الله، نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الشيخ الدكتور خالد بوموزة، وأيضا الشيخ وقصير الشيخ الداعية أحمد يوسف الملا. مرحبا ومسهلا فيكم معنا، شرفينا ومنورين ونعزيكم بوفاة. احنا نعزي أنفسنا ونعزيكم في وفاة. في البداية طبعا نعزي عائلة الشيخ أحمد الحمادي، إخوانه وأبنائه، ونعزي أنفسنا ونعزي أهل قطر في وفاة الفقيد الدكتور أحمد الحمادي. حقيقة يعني هي خسارة كبيرة للعمل الخيري والعمل الدعوي. والشيخ أحمد يعني معرفتي به أكثر من 35 سنة ما شاء الله، يعني وهو شيخي وأستاذي، وكنا نحضر له. يعني هو دائما كان محب لشيء اسمه السيرة النبوية. يعني كان الشيخ الحمادي يعني هو كان حافظا متقنا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في ميزة أنه هو يحب الأسلوب القصصي، ما يحب يواجه او يعنف، او ما عنده هذا الاسلوب. يحب دائما ايش؟ انه يوصل المعلومه عن طريق القصه، والاسلوب القصصي او التربيه بالقصه من اجمل الاساليب القرانيه. ليش؟ لان الصغير والكبير يحب هذا الاسلوب، وبعدين ومش اي واحد يتقنها، ومو باي واحد يتقنها. نعم. وشفنا نعم. هذا على شاشه قناه الريان، لا برنامج صحيح يعني صحيح. وبعدين هو طبعا كان يشتغل في جامعة قطر كأستاذ في كلية الشريعة، كان وبعدين انغمس في الثقافة الإسلامية، انغمس في العمل في الثقافة الإسلامية. يمكن كل اللي درسوا في جامعة أنا قطر أنا طلبته خذوا عنده الثقافة الإسلامية. بعدين انغمس في العمل إيش الخيري مع جمعية قطر الخيرية، كان يذهب إلى كل مكان. ثم بعد ذلك تخصص في قضية القارة الأوروبية فقط، من مراكز إسلامية، من مدارس، وركز على هذا الجانب بشكل كبير جدا. وكان له برنامج أيضا في هذا الجانب، وكان له برامج اللي هي قصصة الدعوية، قصصة في العمل الخيري، ودخلوا على يده الكثير من الأخواننا ودخلوا في الإسلام بفضل الله الأول، ثم هو الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. وكان معروف عنه أنه في الحج، في مواسم الحج، كان يتعمد الذهاب إلى الحج ويدخل على الحملات القطرية بالذات زين على الرجال والنساء، ويطلب منهم. كان عنده مثلا مشروع لمركز إسلامي، فكان يأتي ويشرح هذا المشروع ويطلب منهم قضية التبرع والمساهمة. الله يكتب أجره. وكان فعلا محبوب بشكل غير طبيعي، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نعم. احنا أحمد يوسف الملا، أول شيء أنت زميلنا مذيع معنا في قناة الريان، وأيضا تجار الشيخ أحمد الحمادي، فأكيد العلاقة
كبيرة وممتدة وطويلة. لو نتكلم الشيخ عن... أنا أعرفه وأنا طفل وأنا في المرحلة الابتدائية يعني قرابة أكثر من 40 سنة رحمة الله عليه. يعني حقيقة الدقائق هذه قد ما تكفي أن احنا نذكر طرف من مواقفه، سواء مواقفه وياي وأنا كنت صغير، ثم لما كبرت لما كنت في الجامعة وهو كان يحضر الدكتوراه، فكان يكلفنا احنا الطلاب نحن ببعض المساهمات اللي احنا كنا نظنها يعني شيء كبير مساهمه فيه، وهو يحضر الدكتوراه الرساله يقول مثلا خرجوا لي هذا الحديث ولا ابحثوا لي في اصل هذه القصه الوارده مثلا في بحثه وما الى ذلك. او حتى سافرت انا وياه يعني من فضل الله علينا انا سافرت وياه اكثر مره، سافرنا مع بعض الى الرياض، سافرنا الحج مرات ومرات، ولعل الشيخ خالد ذكر طرف من القصه، سافرت اخر سفره لي وياه كانت من حول 10 سنوات، كانت إلى القارة الأوروبية، كانت عبارة عن 5 أيام، 5 أيام ماراثونية. يعني أنت تتوقع إذا أنت بتروح 5 أيام بتوصل أول يوم تبي تريح، إحنا بدينا من وصولنا للمطار في خلال 5 أيام زرنا 17 مركز إسلامي ما شاء الله بلا مبالغة. كان الشيخ نوصل الساعة 12 بالليل الفندق اللي احنا رايحين للمدينة الفلانية الثانية، فنريح الفجر نقوم نصلي الفجر ما نفطر في الفندق، فطورنا كان ويانا، يبتدي المشوار من صلاة بعد صلاة الفجر خلاص. كان 3 أيام احنا برنامجنا كان يبدأ بعد صلاة الفجر، ما شاء الله. يوم واحد فقط افطرنا فيه في الفندق، ويوم افطرنا فيه في مركز من المراكز الدعوية اللي كانت اللي احنا كنا نزورها. كان معي رجل من اهل قطر الخيرين، كان 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 عنده وقفيه معينه الله يبارك له ويبارك في في آمين. في وقفيته ووقفيه اخوانه من ورث ابوهم رحمه الله عليه، فكان يعني كان الرجل كان متصور انه راح يدفع مبلغ معين او كان يقول جزء من هذه الوقفيه. لما شاف جهد الشيخ الله يغفر له رحمه الله عليه شجعه الشيخ، اتصل وهو موجود هنا، قال لا اول مشروع نخصص له لين ما يخلص كامل مشاريع. اي نعم، وفعلا الله يكتب اجرهم المشروع هذا، يعني هم تكفلوا بالجزء الاكبر منه، في جزء تغطى من جهات اخرى. شنو المشاريع؟ انت تعرف تاسيس المراكز الاسلاميه في اوروبا والمدارس الاسلاميه تحتاج انك انت يعني تثبت وجود المسلمين هناك. المسلمين هناك مو مسلمين يعيشون بشعور المغترب المؤقت، مستوطن واحد من أهل البلد، حتى يثبت أنه واحد من أهل البلد يحتاج أنه تكون عنده مدرسة، يحتاج أنه يكون عنده مركز ترفيهي، يحتاج يكون له خصوصيته. تعرفون بعض الدول مثلا كانت تجبر بناتنا على السباحة بالمايوهات، إلا في حالة أنه يثبتون مثلا أنهم عندهم دورات سباحة، أن البنت هذه لا والله هذه مهيئة سباحية من ناحية سباحة، فيجرون لها بس اختبار وخلاص. إذا ولذلك نتكلم عن الشعوب الأوروبية الحين، الشعوب الأوروبية المسلمة في أوروبا هاي، بس نوضح المشاعر. طبعا يعني الشيخ كانت له مشاريع قبل يتفرغ لأوروبا، كانت في له مشاريع في أفريقيا، وأظن أنه سجل جزء من طرفها في بعض المقابلات. المشاريع اللي تعرفون، وهذه لها خصوصية ثانية، يعني مشاريع أوروبا مشاريع إنجاز التعبير نحن نسميها مشاريع حضارية، مشاريع اللي في أفريقيا مشاريع لتأسيس الإنسان، بنية تحتية، البنية التحتية. ما عندهم مياه، ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ربما ما عندهم طعام، ما عندهم ماء نظيف يشربون، تختلف المشاريع. فالشيخ الله رحمة الله عليه يعني مهما تكلمنا عن مشاريعه ما راح نوفيها حقها. لعل اخر مشروع وهو في مرضه الشيخ، مرضه هذا اللي الاخير اللي استمر حول السنه الله يغفر له، اللهم وهو في فرنسا، وهو في فرنسا يذكر لي بعض اخواننا في 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 دوله من الدول المسلمه اللي العاصمه فيها شح في المساجد. قبل شهرين من وفاته رحمه الله عليه الشيخ اتصل فيهم، قال لهم انا عندي مبلغ ابغيكم تشترون فيه بيت حتى يكون مسجد. الله قبل لا يموت الشيخ رحمه الله عليه افتتح المسجد. الله يجعلها في ميزان حسناته ان شاء الله. طبعا المسؤوليه عليكم كبيره شيخ احمد، وعلى الشيخ خالد، وعلى جميع طلبه الشيخ احمد الحمادي انه يكملون مسيره. نعم، مسيره مش بسيطه، يعني هو بعد دائما يجيك الانسان مثل الشيخ احمد
له طلبة، له ناس يتأثرون به كثير، وإن شاء الله يطلع لنا إن شاء الله يعني صحيح. ألف أحمد الحمادي إن شاء الله تعالى، وطلبته يكملون مسيرته وكله يكون في ثوابه. أنا ما أدري كم باقي من الوقت، لكن لا عندي خضرحتك الشيخ تبقى عند في خصيصة صفة نادرة. الشيخ يعني اليوم صلينا عليها إحنا الجنازة، لو شفتم أنتم الأطياف اللي صلت عليه، الوفود اللي هي جاية عندها في مؤتمر موجود الآن لإعلان في كلية الشريعة في جامعة قطر، ففي مجموعة من العلماء والمشايخ، تعالوا شوفوا الكميات اللي حضروا، أطياف الناس حتى اللي حضروا، كبير وصغير، متدين غير متدين. الشيخ كان في ميزة أنه ما كان يفتح جبهات صراع نهائيا، يعني حديث جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إحنا أنا أشهد لله والشيخ في قبره الآن إن الشيخ أحمد الحمادي كان ممن وضع له القبول في الأرض. نعم، وأنا أشهد بهذا الشيء، وأنا كذلك. نعم، أنا أشهد بهذا الشيء إن شاء الله تعالى. لا قبول يعني. نعم. إحنا عندنا أيضا الآن بعض المقاطع لبرامج الشيخ أحمد الحمادي، نشوفها الآن مع بعض إن شاء الله. وكانت هذه الأيام عظيمة، فلذلك نكثر فيها من الطاعات والذكر والتكبير. أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يستغلان هذه الأيام فيخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. تصور المنظر الآن واسمع تكبيرات وين في السوق الله، والناس مشغولين بالبيع والشراء، لكن لابدن هذا الاثنين يكبرون والناس يتبعونهم الله، آلاف مؤلفة. فطبعا منظر مهيب ومؤثر في النفس، بالإضافة طبعا إلى طاعات أخرى الإنسان يستغل هذه الأيام في أدائها. الله يغفر له إن شاء الله ويرحمه ويوسع مدخله بإذن الله تعالى. آمين. إحنا شفنا أحد المقاطع الفيديوهات صحيح. عندنا في قناة الرياض، ورح نعرض مجموعة مقاطع. أكيد لك كلمة شيخ. زين، خل أقول لكم أنا آخر لقاء لي مع الشيخ. الشيخ كان له رحلتين علاج، الرحلة الأولى نعم، وبعدين الرحلة الأخيرة التي توفي فيها عليه رحمة الله. بعدما رجع من الرحلة الأولى كان شوي في صحة وعافية، فاتصل فيني وقال لي يا أخي أنتم تسوون برامج طلابية، إحنا شغالين وايد في البرامج الطلابية، صار لنا أكثر من 25 سنة نسوي برامج داخل الدوحة ومخيمات ونسافر برا، ما خلينا بلاد إلا سافرناها. زين، ف عندنا خبرة طويلة في هذا المجال، فالشيخ ما عنده هذا الإلمام بهذا المجال، يبي يسوي الحين لأنه هو شوية حق الصغار يعني؟ إيه حق الصغار، يبي يشتغل مع الطلاب، فسوى له فريق واتصل بنادي قطر، جزاهم الله خير مشكورين، فأعطوه نادي قطر الرياضي. نادي قطر الرياضي إيه؟ لأن فيه جانب ثقافي النشاط الثقافي في كل أندية عندهم إيه نشاط، عندهم هذا بس بعضهم فعال أكثر إيه؟ فسووه في القاعة، فأنا كنت وياهم في تقريبا الأربع أسابيع اللي هم اشتغلوا فيها، في كل أسبوع في يوم يسوون فيه برنامج لمدة تقريبا خمس ساعات للطلاب، فأنا وياهم، فكان كثير السؤال ويتصل فيني في اليوم عشر مرات، أنتوا شو تسوون وشلون يصير البرنامج، طيب النقطة الفلانية، طيب يعني كان حريص جدا على قضية أنه كان حسيت أن الشيخ الحمادي يبي يدخل في هذا المجال في آخر حياته، إنه يبي يقعد مع أهل الصغار، القاعدة الأساسية إيه القاعدة الأساسية، ويبي يشتغل عليهم، ويعني كان متفائل إنه إذا الله سبحانه وتعالى شافاه وعافاه إنه يبي ينغمس في هذا المجال وانت شلون تسوون وين تسافرون، وطيب لما تسافرون شلون ترتبون السفرات هذه، فكان يسأل أسئلة كثيرة جدا. زين، ثم عقب ما انتهى البرنامج طبعا يعني حالته الصحية انتكست. هذا من كم شيخ خالد؟ هذا يعني في يعني قبل تقريبا قبل لا يسافر كم يعني ست شهور خمس شهور؟ ايه تقريبا ايه قبل خمس شهور ست فكان شهور. سوينا برنامج كامل في قطر نادي قطر يعني. نعم. زين، وكان برنامج رائع وجميل، وكان فيه تقريبا في حدود الخمسين ولد يعني. نعم. يتابعونا ويانا في البرنامج ان شاء الله هذا الشيء يستمر ان شاء الله. ان شاء الله يستمر هذا الشيء. لا احنا مستمرين مستمرين احنا شغالين في هذا البرامج ان شاء الله. انا اذكر يعني على طاري التواصل
وبنسألك شيخ عن آخر مرة تواصلت مع فضيلة الشيخ الله يرحمه ويغفر له، زميلنا الأستاذ علي السادة مدير تلفزيون قطر نزل مقطع صوتي متو آخر رسالة تواصل بين صحيح. الدكتور وبينه كانت جدا مؤثرة، الله يسامحه علي يعني يعني واجد أثر فينا في هالمقطع، حتى الشيخ كان في عز المرة علي يعني. يستاهل عز الله. زميلنا علي مدير تلفزيون قطر فالرسالة قاعد أسمعها، الشيخ حتى هو في المرض يقول الحمد لله الدواء إن شاء الله أنه زين وبرجع وأبغى يكون فيه فريق عمل بصور، حتى وهو في المرض صحيح. يفكر في أنه يكمل رسالته المهمة اللي تخص الدين الإسلامي والإسلام، الله يغفر له ويرحمه آمين. وإن شاء الله أنا مكتوبة له إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. فهذه أحد الرسائل وأحد يعني الأمور اللي أثرت فيني، وأنا أحد طلبة الدكتور صحيح. أحمد الحمد اللي غفر له ويرحمه. آخر آخر عهد لك به الشيخ سواء كان بالمكالمة أو حتى بالمقابلة؟ لا آخر كانت مكالمة، مكالمة من حول شهرين تقريبا، لما انتشر المرض في جسم الشيخ الله يغفر له، وصلني خبر من عيال اخته، فتواصلت وياهم، تواصلت والشيخ كلمته، يعني واضح ان 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 العلاج مأثر عليه متعبه، لكن طبع الشيخ المرح هذا يعني سبحان الله الصابر، يعني كأنه ما في شيء، يقول لا اموري طيبه الحمد لله وكذا. فقلت له يعني سألت انه محتاج شيء وكذا، قال لا يعني ما كثرت طبعا وياه، لكن كانت هذه آخر مكالمة. الشيخ فيه ميزة ليتنا إحنا نقدر إن إحنا نسويها، ما نعرف مثل الشيخ ما فيه، يعني إحنا حاولنا، وهي أن الشيخ شعاره في حياته كلها خير الكلام ما قل ودل. كم حكم أنك أنت كنت طالب عنده، لو تذكر أنت محاضرته يعني الشيخ يعني ما كان يكثر فيها الكلام. الشيخ في خطبة الجمعة عنده بعض الخطب يمكن انتشرت فترة من فترة، أنا حضرت لك خطبة من دقيقتين وعشرين ثانية، هذه خطبة الجمعة صحيح. الشيخ الله يغفر له كان يخطب أحيانا في مسجد القطري في 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 الميفير في لندن، فلأنهم يعرفون أن الشيخ خطبته دقيقتين ونص ثلاث دقائق، فيروحون يعطلونه ما يخلونه يخطب في وقت في بداية الصلاة الوقت. في بداية الوقت يقعدون عندهم لين يكتمل لين, لين 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 يكون خلاص ما بقى شيء على اللي هم متعودين الخطبه، بدايه الخطبه الثانيه يقولون حق الشيخ تفضل الان. وبحكم انه جاري، انا اذكر مره من المرات يعني الشيخ كان له كلمه قصيره جدا على عهده، كلمه مختصره مو بس قصيره بعد صلاه العصر، فكان يصلي بعد ما يصلي يسلم يجلس امامنا يقول انا موجود راح القي الكلمه، لكنه ما يبدا، يقول لنا خلوني اخلص اذكاري، فيجلس يخلص أذكاره التسبيح والتحميد والتهليل، ثم بعد ذلك يبدأ في كلمته اللي ما تتجاوز دقيقة. أذكر مرة من المرات واحد من شبان المسجد تأخر شوي فصلى في طرف المسجد، فلما شاف الشيخ كان صلاة العصر بعد صلاة العصر ايه. انتظر أكيد انتظر، فلما شاف الشيخ بدأ قام مشى لما وقف، وتعرف الشبان لما يقومون يبي لهم وقت ثقيل شوي، وبدأ يمشي يمشي يمشي، وصل الشيخ انتهى توه يبي يقعد، ولا الشيخ يقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الله يرحم الاثنين. يقول حق الشيخ زين يا شيخ كان قلت لي لا تي خلاص بخلص الله يرحمهم. احنا عندنا مقطع صوتي بعد للشيخ فضيله الشيخ الدكتور احمد الحمادي الله يغفر له ويرحمه، خلينا نسمع المقطع معكم. اذكر مناسبه في ذلك، كنت في النجر قبل الغروب دخلت على باب مهم ولجت باب مركز إسلامي هناك، فإذا على الباب واحد من أهل البلاد، وأنا طبيعتي الحمد لله في أي مكان حللت أبدأ أغتني بالفرصة وأدعو إلى الله، صادت ما صادت المهم مسمار الدقة وما على الرسول إلا البلاء المبين. فقلت له الإسلام والإسلام وكذا، قال والله إن شاء الله يعني مفهوم كلامه ما في تقبل. قلت نزين احنا الآن وقت الصلاة نصلي وبعد ذلك أكمل معاك الحديث. فعلا توضيت ورحت أصلي وجاي يصلي معنا وحتى الآن مو مسلم. بعد الصلاة قعدت يا قلت له أنا يعني أبا أشرح لك الإسلام، قال لا تشرح لي، يقول لي كيفية الدخول، الظاهر عنده كانت خلفية. الله أكبر. فقلت يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت مقتنع أن لا إله إلا الله من قلبك؟ قال نعم. ومقتنع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ قال نعم. قلت من قلبك؟ قال من قلبي. قلت بس خلاص say this by your tongue you will be Muslim، قولها بلسانك وتكون مسلم. مستعد؟ ما قال مستعد.
قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالهم وطبعا جمهور حولنا والمترجم معي. فسألت كم عمرك أنت؟ قال حوالي 50. قلت لا أنت الآن عمرك أقل من دقيقة. استغرب. قال لي ليش؟ قلت له يا أخي أنت بمجرد إسلامك حياتك الماضية كلها انتهت. الله أكبر. قال اصبر اصبر. رأيت في الرؤيا اثنين جوني فقالوا وأخذوني من يدي واقتادوني. خفت وين رايحين؟ قالوا نعدم حياتك. فضحك الجمهور قالوا هذا الشيخ وهذا المترجم عدموا حياتك السابقة بهذه اللحظة. لا إله إلا الله. فعلا. الله يغفر للدكتور أحمد الحمادي. آمين. بسأل شيخ أحمد بحكم أنك جارة، صادف أنك خاويته في رحلة حج ولا يعني هو اللي احنا نعرف انه متمسك برحلات الحج باستمرار؟ صحيح. فصادف انك رحت معاه او خاويته في رحله يعني حج. الحج غير انها رحله ايمانيه، بالنسبه للشيخ رحله دعويه خيريه مثل ما قال الشيخ خالد. نعم. وكانت فيه ميزه رحمه الله عليه الشيخ ان حرصه على ابقاء العمل الخيري ضمن اطاره القانوني المؤسسي. يعني رغم ان الشيخ في الغالب ينطلق لوحده ويكون والشيخ بنفسه مثل ما يقولون مؤسسة والناس يثقون في شخصه. صحيح. يعني فترة من فترات مثلا اشتغل مثلا مع الهلال الأحمر، الناس يثقون في شخص أحمد الحمادي. نعم. الشيخ بيته الأساسي قطر الخيرية يثقون في الشيخ أحمد الحمادي رحمة الله عليه. من رحلات الحج أذكر يعني كان يحرص على مسألة أحيانا تغفل عن أذهاننا وهي قضية القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. نعم. هذا الحديث اللي نعرفه جميعا. فالشيخ كان يجيب معاه كوبونات للاستقطاع الشهري لقطر الخيريه ويخلي الاخ او الاخت يوقعون على هذا الاستقطاع، ثم بعد ذلك يوديها لما يرجع الدوحه يوديها لمؤسسه لقطر الخيريه ويقول لهم خلاص انا انتهى دوري مع هذا المشروع. بالاضافه الى الكلام اللي ذكره الشيخ خالد فيما يتعلق بالمشاريع المؤسسيه اللي تكون كبيره، انه والله انتم يا حمله مثلا حمله الفلانيه ايش رايكم ان انتم تبنون مشروع معين مثلا في القاره الافريقيه، او مثلا تبنون مشروع مثلا في السويد. ما زلت اذكر مثلا المشروع اللي بدا فيه الشيخ في فتره من الفترات، مشروع انشاء المركز الاسلامي في كوبنهاجن. بدا فيه الشيخ الى ان جاءت توجيهات عليا لا والله ان احنا راح نتكفل بكامل. نعم. المشروع. نعم. والفلوس اللي جمعت لهذا المشروع صرفوها في اماكن اخرى في تبرعات اخرى او في مشاريع اسلاميه في مشاريع مشابهه. نعم. في نفس المكان. نعم. في هو قريبا. هو السبب الرئيسي في. نعم. صحيح صادق. الرجل وين ما كان يمشي رحمه الله عليه كان يمشي وهو صاحب رساله وين ما كان، حتى لو يعني الطلاب اللي تذكرون في الجامعه انه مثلا كان يدرسهم مثلا في الثقافه الاسلاميه. نعم. فيعطيهم المنهج اخر خمس دقائق يقول لهم قصه من قصصه. احنا كنا نسميها مغامرات لان مثلا بالذات كانت مغامراته في افريقيا، مره من مرات تهددوه، مره من مرات كاد انه يختطف الشيخ، مره من مرات حصلت له بعض المشاكل وكذا وما الى ذلك. وطبع الشيخ انه ما يكمل القصه حتى تبقى انت متشوق ما يكملها الحضره الجايه، حتى تبقى متشوق يا شيخ. صحيح. المره القادمه يقول لك حضر المحاضره الجايه. وللامانه ترى محاضراته ما تلقى فيها مكان، من اول ما يفتحون التسجيل هي من اول المحاضرات هو والدكتور سامي المناعي. نعم. صحيح. دكتور اللغه العربيه. صحيح. دكتور هذول من اول ما تفتح الشباب القطريين كلهم على طول عندهم. أوكي. على اساس ياخذون أمان. بل حتى كانوا يحضرون عند الشيخ. انا اذكر بعضهم مش مسجل في المادة. كان يحضر عنده مستمع. نعم. حتى الشيخ بعد اللي هو سامي المناعي الله يطول في عمره دكتورنا. نعم. في اللغه العربيه كذلك كان حضور الطلبه عندهم. دكتور خالد انا بسالك عن يعني حرص الدكتور المغفور له ان شاء الله تعالى الشيخ احمد الحمادي على طلب العلم حتى في السفر. هو طبعا كان دائما حريص على هذه القضيه وإتقانه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما يذكر القصة يذكرها بإتقان زين كأنه يقرأ من كتاب، وكان خاص الأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأشياء العجيبة هو يدري نحن عندنا برامج طلابية، كان قاعد يسوق لمركز إسلامي ضخم جدا
في فرنسا اسمه مركز النور، مركز ضخم الآن استوى ويعتبر منارة من منارات الإسلام في فرنسا. قال طيب أنتوا ليش ما تجون فرنسا وتجيبون طلابكم زين ومن ضمن البرنامج العشرة أيام تزورون المركز وتتعرفون عليه وتتبرعون له. قلنا له والله إحنا عندنا مشكلة زين، وفعلا كنا مجهزين عشرة أيام، ومن ضمن العشرة أيام إن إحنا برنامج في العشرة أيام بنزور مركز النور، وطالبين من الطلاب إن كل واحد يجيب مبلغ معين للتبرع لهذا المركز. لكن سبحان الله ما قدر ورحنا مكان آخر، ما رحنا فرنسا. فسبحان الله كان حريص جدا على هذه القضية، حريص جدا على أن الناس يعني كان حتى الكوبونات هذه كان يجيبها لنا زين اللي قال عنها الشيخ أحمد، وكان فعلا يعطينا إياها ويقول يلا اكتب استقطاع زين علشان قطر الخيريه. حتى اسلوبه شيق ما يخليك تقول بفكر بعدين، يعطيك الاحاديث اللي ترغبك في هذا الشيء وفي الاجر. ولذلك حتى جمعيه قطر الخيريه لمكانه الشيخ عطوه مكتب، والشيخ كان حريص جدا حتى على ان اولاده يكونون جزء من هذا العمل. كان ولده صلاح كان يداوم في ذلك المكتب في الفترة المسائية، مع أنه ولده صلاح موظف يعني موظف يعني في مكان ثاني. يعني أنت تروح تداوم الصبح وبعدين أبوك يقول لك تعال داوم بالليل زين، فكان فعلا نروح المكتب نشوف ولده صلاح موجود ويداوم ويرتب شغل أبوه زين. فكان فعلا هذا الحرص على أنه فعلا حتى يدخل عياله ويدخل ربعه، كان دائما حريص على أن ربع المقربين واللي يعرفهم لازم يكونون معه في مساهماته وشو عمله الخير. ولأن الشيء بالشيء يذكر مع أبنائه ومع أحداث اللي إحنا شاغلتنا هذه الأيام أحداث فلسطين. نعم. تستغربون أن أحد أبناء الشيخ درس فترة من الفترات في غزة. في غزة لما كانت الأمور طيبة قبل سنوات يعني. نعم. كانت الجامعة الإسلامية في غزة جامعة من عياله؟ واحد من عياله ما تعرف اسمه؟ ولا ما تبي تقول؟ أكيد توصية من الأب والله يغفر. أي نعم بتوصية من والده. نعم صحيح. وأذكر أذكر أذكر لما كانت في الرحلة الشعبية القطرية في 2012 إلى غزة مع الجمعيات الخيرية اللي كانت موجودة، رحنا احنا فيها كان 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 ابنه كان يدرس هناك، ثم اختار انه او يبدو انه يعني التخصص اللي اراده ما كان موجود في نفس الجامعه، فرجع مره ثانيه اختار له جامعه ثانيه راح يكمل دراسته فيها. الشيخ الدكتور خالد ابو موزه نشكرك، وايضا الشيخ احمد يوسف الملا نشكرك لوجودك معنا اليوم، ونقول الله يرحم احمد الحمادي يسكنه فسيح جناتنا باذن الله. يعني وهذا شيء قليل احنا نقدمه للشيخ احمد الحمادي على طول مسيرته الكبيره في هذا المجال. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل، وبعد الفاصل نكمل ما تبقى، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. تستضيف الدوحة مؤتمر المجموعة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ إنسراج التابعة للأمم المتحدة، والذي يعقد تحت شعار ملخص ما بعد الحدث، كارثة زلزال تركيا وسوريا، بمشاركة أكثر من 90 دولة. نعم، ويأتي هذا المؤتمر الذي تنظمه قوة الأمن الداخلي لخويا ضمن أجندة المجموعة الاستشارية للوقوف على التجارب المستخلصة من الأحداث والكوارث التي ضربت عدة دول حول العالم وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الرائد خالد بن عبد الله الحميدي، مساعد قائد مجموعة البحث والإنقاذ. مرحبا ومسهلا بك الرائد خالد، وحياك الله معنا، والله يجزاكم خير على كل جهودكم اللي تقومون فيها في لخويا في مد كف العون لإخواننا المتضررين في أي بقعة كانت. نعم، في البداية خالد، وتعطينا وتحدثنا عن المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ الإنسراج. الله يحييكم. أول شيء بغيت أشكر قناة الريان على الاستضافة. واجبنا. أما بالنسبة للإنسراج، هي الله يسلمك الهيئة الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ، تتبع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. هي عبارة تعتبر شبكة بين فرق البحث والإنقاذ كذلك بعض المنظمات الدولية في عمليات البحث والإنقاذ، ويكون في مقرها الله يسلمك في جنيف. نعم، ومتى تأسست هذه الإنسراج؟ الله يسلمك، تأسست عام 1991 بعد الزلزال المدمر في أرمينيا عام 1988، كذلك في المكسيك عام 85. كانت من أهدافها أن هي الله يسلمك تنسق جهود فرق البحث والإنقاذ في الميدان، وكذلك وضع معايير لتصنيف فرق البحث والإنقاذ، كذلك تنسيق جهود سرعة استجابة فرق البحث والإنقاذ في الدول للوصول الدول المتضررة. نعم، الله يوفقك. عبد الله، تكلمت عن الأهداف العامة، لكن نتكلم عن أهداف اللي حول هذا المؤتمر أنه توصل له، وأيضا إيش تتمثل الرسالة المرجوة من خلال هذا المؤتمر. هو في الأساس الله يسلمك حق تبادل الخبرات بيننا وبين فرق البحث والإنقاذ اللي شاركت في حادثة زلزال تركيا وسوريا، كذلك نستعرض فيها الدروس المستفادة من خلال الزلزال اللي أصاب تركيا وسوريا، والوقوف على أفضل جاهزية وأساليب إن شاء الله في عمليات البحث والإنقاذ في أي دولة تضرر يكون فيها تضرر. نعم. كذلك الله يسلمك يعتبر هذا الاجتماع من أكبر الاجتماعات بما تسبب فيه من عدد وفيات وعدد ضحايا كثيرة كان في زلزال تركيا وسوريا، كذلك الله يسلمك اللي هو تشكل فيه دمار مادي كبير في هذا الزلزال، كذلك تم نشر فريق ما يقارب 120 فريق دولي في الزلزال المدمر في تركيا وسوريا. نعم، أنتم اللهم لك الحمد والشكر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية حاصل على التصنيف المستوى الثقيل، حدثنا عن هذا التصنيف. هذا الله يسلمك تم الحصول عليه عام 2015. تم اجتياز جميع الإجراءات التصنيف من قبل الهيئة الشرعية لفرق البحث والإنقاذ بأعلى مستوى عن فرق البحث والإنقاذ على مستوى العالم، الحمد لله رب العالمين. عندنا الآن إن شاء الله إعادة التصنيف في نهاية 2024، إن شاء الله راح نجدد التصنيف هذا على نهاية 24 في نوفمبر. نفس التصنيف المستوى الثقيل ولا في تصنيف أعلى منه؟ لا، إن شاء الله بناخذ إن شاء الله تصنيف ثقيل نفسه. أعلى من؟ لا، نفسه. نفسه بس يتجدد بإذن الله. الله يوفقكم. نعم. نتكلم عن فريق بحث وإنقاذ قطري. عبد الله، متى أنشأ هذا الفريق وشنو البرامج اللي ماشية مع هذا الفريق؟ هذا الله يسلمك أنشأ عام 2004 بناء على توجيهات سيدي سمو الأمير. الله يحفظك. الحمد لله تم تدريب جميع أعضاء الفريق في أفضل مركز تدريب عالميا، تقريبا مشاركاتها الآن تجاوزت 80 مهمة كانت دولية، سواء كانت مهمات إغاثة أو مهمات إنقاذ، وإن شاء الله الفترة الجاية عندنا إعادة التصنيف في نوفمبر 24، إن شاء الله يكون خير لنا. نعم، احنا مستمرين معك رائد خالد، ولكن ننتقل لأجواء معرض إكسبو مع زميلنا محمد عبد الله. محمد، مساك الله بالخير، صف لنا الأجواء اللي عندك. مرحبا أخواني في الاستديو، مسي عليكم مسي أيضا على السادة المشاهدين الكرام، حياكم الله في إكسبو 2023 الدوحة البستنة. أخواني، أنا موجود في المنطقة الدولية تحديدا في جناح دولة سلطنة عمان الشقيقة، وطبعا
صراحة أخواننا المشاهدين في هذه الأجواء لازم عزيز المشاهد أنت تجي وتستمتع في هذه الأجواء وتشوف أجنحة الدول ومشاركات الدول 80 دولة عزيز المشاهد تقدر أنت تتعلم من ثقافاتهم بشكل عام. يعني في أشياء كبيرة. وأيضا معانا أحد الجماهير الموجودة أيضا من سلطنة عمان الشقيقة، حياك الله. حياك الله أخي العزيز. الله يعطيك الصحة والعافية، عرفنا بالاسم الكريم. سعيد البيماني من عمان وأنا مقيم في دولة قطر. والله ونعم أخوي سعيد. أخوي سعيد بشكل عام أول شيء نبي نتكلم عن الأكسبو بشكل عام، شنو اللي عجبك أول شيء؟ والله إذا كان ممكن أن نصف المعرض في كلمة واحدة فهو معرض رائع، لأنه يجسد أيضا ما تبذله دولة قطر من جهود للتعريف بما تبذله باقي الدول العالم في المحافظة على البيئة من خلال التعريف بالتقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة في البستنة. وطبعا ينبغي أن لا ينظر إلى المعرض فقط كأنه معرض للبستنة، وإنما هو أيضا امتداد للتعريف بثقافات الدول العالم الأخرى. أكيد أخوي سعيد، دائما نحن نقول يعني أول سؤال للجمهور الموجودين هنا إن شاء الله دائما أكيد تستمتعون وتزورون المناطق الثلاثة. أخوي سعيد من أول ما وصلت رحت أي منطقة؟ إحنا رحنا على الـ 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 عندك المنطقة الدولية. المنطقة الدولية. المنطقة الدولية. نعم رحنا في جناح المملكة العربية السعودية. حلو. وحقيقة يعني ما شاهدناه في جناح المملكة يعني يعبر أيضا ما يبذل من جهود من قبل أيضا حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحقيقة يعني آلية العرض والخطط المستقبلية التي لديهم للمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى البستنة وكذلك مضافرة الجهود مع الدول الأخرى للحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الظواهر الطبيعية المضرة بالبيئة. بالضبط نفس ما قلت أخوي سعيد، نفس تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا يعتبر نوع من أنواع الاستدامة وأيضا الوعي البيئي. فإحنا بشكل عام من خلال هذه المعرض معرض أكسبو 2023 الدوحة البستنة نقلل الانبعاثات الكربونية، نحافظ على الزراعة الحديثة، وطبعا نتعلم ونتعرف على الثقافات ومشاركات دول تستخدم نفس ما قلت الزراعة الحديثة وتقلل هي أيضا من الانبعاثات الكربونية. أخوي سعيد بشكل عام يعني نفس ما قلت لنا، أنا بيك بشكل عام تقول لي شلون الأكسبو يعني الرسالة اللي يوجهها من هاي ومن خلال هذا المعرض؟ والله هناك رسائل عديدة يعني توجه من قبل معرض أكسبو الدوحة 2023 البستنة، رسالة للجمهور ورسالة إلى شعوب العالم أن هناك جهود تبذل في الخفاء للمحافظة على البيئة واستدامة الموارد البيئية لأجيال المستقبل، وهناك أيضا رسالة ينبغي أن تصل للأجيال القادمة بأن هناك أيضا جهود تبذل من قبل ذويهم ومن قبل طبعا حكوماتهم لتهيئة البيئة السليمة النظيفة لمستقبل واعد بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي سعيد وما قصرت على هذا اللقاء المميز. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام أنا أتمنى أيضا منكم تزورون معرض أكسبو 2023 الدوحة البستنة وتستمتعون في هذه الأجواء الرائعة. وطبعا صراحة تعدل الجو وبدينا ندخل على أجواء لشتة، فعزيز المشاهد لازم ما تضيع هذا المعرض الكبير اللي طبعا ينتهي في تاريخ 28/3 معرض أكسبو 2023 الدوحة للبستنة. هذا كل اللي عندي إلى الآن ونرجع لكم أخواني في الاستديو. شكرا لك محمد عبد الله، هذا مشكلة اللي عندك أكثر محمد مثل ما عودتنا ودائما مبدع. احنا ما زلنا مستمرين مع الرائد خالد عبد الله الحميدي مساعد قائد مجموعة البحث والإنقاذ. عبد الله لو نتكلم وتحدثنا عن يعني يمكن يشارك الفريق في عملية الإنقاذ الميداني، يعني هذه المشاركة هي تكون فقط إنقاذ ميداني أم خدمات إنسانية أنتوا تقدمون؟ والله يحفظك، البحث والإنقاذ متخصص في أكثر من مجال، مش فقط في عمليات البحث والإنقاذ العمراني، كذلك عندنا الله يسلمك اللي هو عمليات مكافحة الحرائق، كذلك عندنا الله يسلمك مشاركنا في مهمات فيها فيضانات، كذلك تم إنشاء مستشفيات ميدانية من قبل، كذلك عندنا الله يسلمك اللي هو التعامل مع المواد الخطرة. جميل. أبو عبد الله حدثنا عن مشاركتكم الأخيرة في مهمة زلزال المغرب، طبعا
كارثة والكل يعني تأثر منها، ولكن دائما فريق البحث والإنقاذ القطري دائما متواجد مع أخوانه إذا طلبوا فزعته وطلبوا وقفته معهم. فأنتم كنتم مشاركين، الله يجزاكم خير، حدثنا عن مشاركتكم. يعني كان في المغرب وفي ليبيا في نفس الوقت. لا بس مهمتين. بس الزلزال كان في المغرب. أي. والله يسلمك، الفريق الحمد لله رب العالمين عند الإمكانية يشتغل، نعمل في موقعين مختلفين، كذلك شاركنا في مهمة زلزال المغرب، كذلك قدمنا أرسلنا فتحنا جسر جوي بيننا وبين الأشقاء في ليبيا كمساعدات إنسانية. أما بالنسبة للمغرب فتحنا قنوات اتصال بيننا وبين الأشقاء الفريق البحث والإنقاذ المغربي، خذنا من عندهم طلباتهم ومسجداتهم في عمليات الإنقاذ، تم التنسيق معاهم، تم سرعة الاستجابة لهذا المهمة، تم التحرك من الدوحة إلى الأشقاء في المملكة المغربية، والحمد لله قمنا بعمليات البحث والإنقاذ، وكانت المهمة الحمد لله رب العالمين كانت ناجحة. اللهم لك الحمد، والله يكتب أجركم إن شاء الله ولا يبغى غريب عليكم إن شاء الله تعالى. نعم، يعني لن تكلم عبد الله عن الصعوبات اللي تواجه الفريق من خلال لو نتكلم عن مهمة المغرب مثلا. هذه مهمة المغرب الله يسلمك واجهتنا بعض التحديات اللي هي الله يسلمك كان الزلزال ضارب بعض المناطق الجبلية، وكان الوصول لها كان يصعب الوصول لها عن طريق المركبات أو الآليات، فاضطرينا الله يسلمك أن نوقف المركبات ونمشي لمسافة ساعة ساعتين الوصول إلى بعض المنازل أو الغرة في عالي الجبال لتقديم المساعدة لهم في عمليات الإنقاذ. نعم أبو عبد الله، خلينا نتكلم على فريق البحث والإنقاذ مشكورا. أنتم بعد مثل هذه مهمة المغرب على سبيل المثال والمهمات السابقة، بعد المهمة هل يكون في دورات مثلا يكون فيه دروس مستفادة من وجودكم في المنطقة المنكوبة، ممكن تطرحون دورات تتفادون فيها الإشكاليات اللي طحتوا فيها في المهمة الأخيرة مثلا أو اللي قبلها؟ هذا الله يسلمك، نفس الآن تم دولة قطر استضافت ملخص ما بعد الكارثة لتركيا وسوريا. نعم. هذا الآن نعود فيه الله يسلمك الدروس جميع الدروس المستفادة، أو كفرق بحث وإنقاذ يجتمعون الله يسلمك ويستعرضون وش كانت النقاط السلبية أو عمليات التنسيق أو الوقوف على أفضل جاهزية في عملية التنسيق والاستجابة، يتم من خلال هذه الاجتماعات لما بعد الكارثة. نعم، الله يوفقكم. الرائد خالد عبد الله الحميدي مساعد قائد مجموعة البحث والإنقاذ، شكرا جزيلا لك. الله يجزاك شكرا. بيض الله وجهكم، ما قصرتوا. وجهك بيض الله. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا، المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تطلق فعاليات مهرجان كتارة للرواية العربية في نسخته 9، وذلك بالتزامن مع أسبوع الرواية العربية. نتابع التقرير. أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة فعاليات مهرجان كتارة للرواية العربية في نسخته 9، وذلك بالتزامن مع أسبوع الرواية العربية. ويتضمن هذا المهرجان الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري معرض كتارة للكتاب الذي يضم 25 جناحاً لدور النشر القطرية إلى جانب المكتبات المحلية الكبرى ومشاركة عدد من المؤسسات الثقافية والبحثية. سعداء بوجود نخبة كبيرة من روائيين العرب في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، وأيضا افتتحنا المعارض المصاحبة لجائزة كتارة للرواية العربية في نسختها 9. هناك طبعا تقريبا 1500 روائي تقدم لهذه الجائزة، ولكن في النهاية هناك أعداد معينة تفوز وأعداد لا تحالفها الحظ في هذه السنة، وأنا متأكد أن تحالفها الحظ إن شاء الله في السنوات القادمة. ويشار إلى أن مهرجان كتارة للرواية وإقامة أسبوع ثقافي للرواية العربية بعد اعتماده عالمياً وتكريم المبدعين يظهر الجهود المبذولة لإعطاء الإبداع الروائي ما يستحقه من مكانة في الدول العربية، حيث تعد جوائز هذا المهرجان من أهم الجوائز العربية المرموقة التي ينظر إليها الأدباء بتقدير واحترام، خاصة وأنها ساهمت في إلقاء الضوء على عدد كبير من الأدباء والمبدعين الذين يستحقون التقدير. وللمزيد عن أجواء مهرجان كتارة للرواية العربية ينضم إلينا من هناك مباشرة نديب قناة الريان منذر ثاني. تفضل يا منذر.
أسعد الله مساكم وحياكم الله وشكرا شكرا لكم أخواني في الاستوديو، أمسي عليكم ومسي على السادة المتابعين من خلف الشاشات. أنا اليوم متواجد في كتارة حيث الثقافة والأدب، موجود في خصيصا في معرض كتارة للرواية العربية، وللحديث أكثر عن هذا المعرض والمهرجان يشرفني أني أستضيف أخوي محمد الشهواني خبير ثقافي في إدارة الشؤون الثقافية. أستاذ محمد، يا ريت لو تخبرنا أكثر عن هذا المعرض اللي يحمل في طياته جائزة كتارة للرواية العربية. في البداية رحب فيكم، مرحبا بكم، أسهلا مسي عليك وعلى السادة خلف الشاشات، وأبرك ساعات شوفتكم في مهرجان كتارة للرواية العربية. طبعا مهرجان كتارة للرواية العربية يدعم الثقافة والأدب بشكل خاص، والروايات الموجودة متنوعة سواء روايات اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية، وحتى في مجال الشعر الفصيح. ومثل ما تشوف المعرض يضم عدة دور نشر سواء من كتارة، مكتبة كتارة ودار نشر كتارة، وحتى من خارج كتارة. الله يعطيكم العافية. اليوم كتارة عودتنا دائما على الفعاليات وعلى الثقافة، وعودتنا على كل شيء ما شاء الله طيب وكل شيء مفرح للجمهور. أبيك تقول لي شنو الفعاليات المصاحبة لهذا المعرض؟ جميل، في البداية مشكور على الكلام الطيب، وبالفعل كتارة هي منارة ثقافية، وكتارة تعني بالثقافة والأدب بشكل عام ومن ضمنها الرواية وإلى آخره. طبعا الفعاليات المصاحبة عندنا ندوات ثقافية وأدبية لأدباء وأساتذة سواء من قطر أو من خارج قطر، يتكلمون عن الرواية بشكل عام وعن حيثيات الرواية بشكل خاص. ممتاز. وليت لو تحدثني عن 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 المشاركة، شلون كان الإقبال على المشاركة وإقبال الجمهور لهذا المعرض، بحكم ما عرفت أنه نسخة المعرض هي نسخة الأولى ولكن الجائزة هي نسختها التاسعة، فأول مرة تسوون هذا المعرض، أبي أعرف شلون إقبال الجمهور عليه. في البداية من 9 سنوات تقريبا 10 سنوات كانت بداية جائزة كتارة للرواية العربية، ولكن الموقع اللي هو مبنى 12 القاعة مثل ما تشوف قاعة كبيرة ومجهزة بأحدث التجهيزات، في السنة هذه المعرض والجائزة بشكل عام مختلفة تماما. يعطيك العافية ومشكور وما قصرت، حياك الله. كلمة أخيرة توجهها للجمهور؟ أتمنى أنهم يكونوا موجودين معنا ويشوفون الروايات ويأخذون فكرة عن الروايات والقصة القصيرة إلى آخره، والمكان هذا هو معني بالثقافة وبالأدب، ومرحبا ومسهلا بالجميع من العصر إلى الساعة 9. الله يعطيك العافية ومشكور، حياكم الله. إذن متابعين الكرام، متواجدين في كتارة ومستمتعين بالثقافة والطرح اللي موجود في هذا المعرض، ندعوكم أنكم تزورون معرض كتارة ونشوفكم على خير إن شاء الله، وارجع لكم في الاستوديو أخواني، يعطيكم العافية. شكرا منذر ثاني. مشاهدين الكرام مستمرين معاكم، لكن نطلع فاصل قصير وراجعين، لا تروحنا بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. وزارة الرياضة والشباب تنظم ملتقى أفكار الشباب من أجل الاستدامة، الذي يمثل مساحة شبابية تتيح للشباب المشاركة بمبادراتهم التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. انطلقت أعمال ملتقى أفكار الشباب من أجل الاستدامة
الذي تنظمه إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات الشبابية في مجال الاستدامة وتطوير قدرات ومهارات الشباب في استدامة مبادراتهم وخلق بيئة تشجع على الابتكار في تصميم البرامج والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى تعزيز ربط المبادرات بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل قيادات شبابية متمكنة في وضع خطط واستراتيجيات التنمية. نحن الوفد القطري مشاركين في ملتقى أفكار الشباب لمجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة. أهمية هذه المشاركة طبعاً إحنا نبي نوري الدول الأخرى المبادرات اللي عندنا في دولة قطر. بنفس الشيء إحنا بعد كوفد قطري نبي نعرف ونكتسب الخبرات في الدول المشاركة معنا. حابين اليوم نستفيد من هذه التجربة في هذا الملتقى، حابين نستفيد من أفكار الدول المشاركة من الخليج، من المملكة الأردنية الهاشمية، من المملكة المغربية، وصراحة يعني حابين أن نكتسب منهم الخبرات أيضا فيما يفيدنا في دولة الكويت وفي طرح مبادراتنا أيضا، وللمشاركة في أفكار الشباب بشكل عام فيما يفيدنا في المستقبل. هذا الملتقى يمثل مساحة شبابية تتيح للشباب الخليجيين المشاركة بمبادراتهم التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة تفاعلية محفزة من شأنها أن تسهم في تطوير المبادرات، مما يجعلها مواكبة للتحديات المعاصرة وسعيا لأن تكون مبادرات فعالة ومستدامة ولها أثر مجتمعي. تحتفل وزارة البلدية باليوم العالمي للأغذية والتي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي يركز في هذا العام على مواضيع أهمية المياه. ونستضيف في هذه المناسبة التي تتزامن مع فعاليات معرض إكسبو للبستنة ومن أهم مبادئه الاستدامة، وللحديث أكثر عن أهمية الماء والغذاء نستضيف السيد أحمد مطر الشمري رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الخور. مرحبا ومسهلا بك. يا مرحبا، حياك الله معنا. يا هلا، مرحبا أحمد. أحمد، في البداية يعني تذكر لنا نبذة عن اليوم العالمي للأغذية. طبعا اليوم العالمي للغذاء هو حدث سنوي صادف تأسيس المنظمة الفاو اللي هي الأغذية والزراعة، وهذه المنظمة يعني متابعة للأمم المتحدة وتحارب وتجاهد على نشر الوعي العام في الدول العالم كلها لمحاربة الجوع. فمن ضمن الأمور والأجندات عندهم الغذاء والماء، لأنهم هم متخصصين في الزراعة والغذاء. نعم. طبعا مهرجان البستنة في قطر يعتبر فرصة لكم ولجميع من هو مهتم في موضوع البستنة، سواء كان في المياه، في الزراعة، في الاستصلاح الزراعي، في كل ما هو يخص البستنة. فائدة مثل هذا المعرض في قطر بالنسبة لكم في البلدية؟ بالنسبة للوزارة، يعني الوزارة تعرف إداراتها وأقسامها كثيرة، فموضوع البستنة يختص في الحدائق وإدارة الشؤون الزراعية. اليوم العالمي للأغذية هو حدث مثل إكسبو، يعني هو حدث يجتمعون فيه 150 دولة ويتناقشون ويتبادلون الخبرات في مواضيع تقديم حلول لأمور الماء والزراعة بشكل عام. نعم. فيكون الحدث هذا تجمع وتطرح فيه تبادل الخبرات والمعلومة فيه. نعم، احنا في كل سنة يكون في شعار لليوم العالمي. صحيح. لو نتكلم عن ما هو المحور الرئيسي لشعار هذا العام؟ المحور الرئيسي لشعار هذا العام هو يتحدث عن المياه. المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء. نعم. لا تتركوا أحد خلف الركب. فالمنظمة تسعى أنها يعني تنشر الوعي في جميع الدول، لأن هناك في دول تعاني من الجهاد المائي، تعاني من نقص في الموارد. فالماء يعني صحيح أنه موجود ومتوفر، لكن هو السر، يعني هو اللي يعطينا هو الغذاء. أساس كل شيء. هو أساس كل شيء، هو اللي يعطينا الغذاء من النباتات ومن الحيوانات، وكبشر نحن نستخدمه. فالمحافظة عليه والمحافظة على المياه وعدم هدرها يعني تدخل في مجالات كثيرة، في إدارات كثيرة في وزارة البلدية. نعم، احنا نتكلم أحمد عن يعني موضوع أو شعار الماء. الماء طبعا بدون ماء لا يوجد أصلا غذاء. صحيح. لا، ما راح يكون في غذاء. لكن لو نتكلم عن يعني مثل هذا الموضوع، أهمية الحفاظ على الماء لما نتكلم عنها، نركز عليها أكثر للمشاهدين،
وكيف يكون ذلك؟ شلون نقدر احنا نحافظ على المياه من وجهة نظركم من خلال الرسالة تبغى توصلونها؟ مثل ما قلت لك المياه طبعا انت عارف يعني الجميع يستخدمها سواء من وزارات، مؤسسات، مصانع، اشخاص، افراد، الكل يستخدم الماء. فتأثيره او الاثر عليه يؤثر على كل القطاعات هذه. فطرق المحافظة عليه يعني في طرق كثيرة مثل الأساليب الحديثة والبيوت الحديثة في الزراعة، أساليب الري، هذه كلها ترفع نسبة هدر، تقلل من نسبة هدر المياه بشكل كبير. وعندنا في الوزارة قلت لك إدارة الشؤون الزراعية يعني شغالة في مشاريعها في موضوع البستنة وفي موضوع هدر المياه واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة. جميل جميل. أيضا في 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 إكسبو قطر 2023 هناك تقنيات كثيرة من 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 دول مختلفة موجودة لتقليل من استخدام المياه في الزراعة. احنا مستمرين معك لكن ننتقل الآن إلى نديب قناة الريان مشعل الحسن. مشعل تفضل كلمان. اولا اشكر زملائي في الاستديو وايضا اشكر ضيفهم الكريم. ونعم اعزائي المشاهدين اليوم انا متواجد في جناح يعني من دوله افريقيه معروفه جدا وهي عباره عن وجهه سياحيه اولى لوايد من الناس ويمكن مربوطه مع الافلام والمسلسلات اللي احنا كنا نشوفها واحنا صغار نفس سيمبا وغيرها. اليوم انا موجود في جناح دوله مدغشقر، هذه الدوله اللي فيها العديد من المناظر الخلابه والطبيعيه وهي جزيره توجد في شرق افريقيا. ولتفاصيل اوفى راح يكون معانا احد الموظفين في هذا الجناح. Good evening sir. Good evening. How are you? I'm fine. Nice. Can you introduce yourself? Yes, I'm Harry Radisson, General Commissioner of Madagascar Pavilion. Hey, okay. Sir, what are you sharing today with the Expo 2023? Yes, about this Expo 2023 in Doha, we are sure of specific goods from Madagascar, as a spice, as a vanilla, as a baobab, as a wood, as a arcade from our country, and something specific from Madagascar. So you're sharing spice. طبعا الشخص اللي معاي حاليا قال لي احنا قاعدين نشارك اليوم في اكسبو العديد من الاشياء الثقافيه اللي موجوده في مدغشقر، منها البهارات ومنها الاشياء اللي تنزرع نفس الفانيليا وغيرها. اوكي، what the reaction of people they come here and visit this spot? People are very pleased when coming here to see that in Africa there is something specific, something else, something new, something designed that we can bring at this fly and writing lighting Expo Doha 2023. Yeah, this is the trees in Madagascar, right? This is the how is it like that? This tree. Tree names is a baobab, is a product specific for a community, for to be solid, for to be in family, in lover, and it represents, and it's a great tree in Madagascar, and the larger is about a teal, 3 meters, and the height is a teal, 5 meters, sorry. Okay. طبعا هذه الساده المشاهدين بعض الاشجار اللي موجوده في مدغشقر، تقدرون تشوفون اشكالها شلون تكون مسوينها، طبعا مصممين هالديزاين عليها. الاشجار هذه توصل 3 امتار او 5 امتار احيانا، اشجار جدا كبيره وتتميز فيها الثقافه المدغشقريه. طبعا العديد من الاشياء اللي موجوده هني نقدر نتكلم ايضا عن what about this cubs something يعني something cultural. This cubs is of from flower. You made it from flower? From flower. The starting from flower, and it is made by hand. Made by hand, not, yes. Alfin, here is made by hand. And how the first and after, yes, all is made by hand. So, I show you. This one. Will be like flower here. Yes. I show you this. كلها طبعا مصنوعات سادة المشاهدين من اليد نفس ما قاعد تشوفون، ومصنوعين من الورود، صانعينها من الورد. هذه القبعات اللي قدامكم سادة المشاهدين وتنلبس طبعا في مدغشقر، تعتبر من الاشياء الثقافيه عندهم.
What is this? Scarf that, as I told you, it is from flower. From flower? Yes, from flower. Which kind of flowers? Nandi. Nandi. Oui. We name in Malagasy is Nandi. هذا ايضا الساده المشاهدين مصنوع نفس ما تشوفونه شال او كوفيه مصنوعه من الورد لاندي فلاور لاند فلاور. This one is for a girl and this another one is for this is for ladies and this is for for the sir. Okay. For a ceremony wedding sir bring this kind of thing and for lady this one. طبعا الساده المشاهدين قاعد يقول لكم ان هذا الشال او هذه الكوفيه مصنوعه للنساء, وطبعا اللي هناك اللي اشر عليها قبل شوي هذه مصنوعه للرجال. الرجال في مدغشقر يلبسون هالشالات هذه, وايضا النساء يلبسون هالشالات هذه. What the difference between this and this? Difference is only designer. Only the design. Design, yes. Yeah, red carpet is really for the man. It means, but man must be strong in their life. Never give up. Never give up. Yes. طبعا الفرق سادة المشاهدين فقط في الديزاين, في التصميم نفسه, ولكن هم نفس طريقة الصنع, هاند ميد, مصنوعين باليد ومصنوعين من نوعية معينة من الورود. What do you have else in this boat? Something else, as I told, Madagascar is rich of spice, of food, and for a new kind of place as this one in red color. The name of this spice is not red pepper. This means pink pepper. It is. Specific for Madagascar. حلو. قاعد يقول ان هذه بهارات موجوده فقط في مدغشقر نفس ما قاعد تشوفونها. Can you tell me what is this? What is this spice? What's called? This one is curcuma. This one is a pink bay. This one is a grove. This one grove. Black pepper. Yeah. Turmeric. Vanilla. Let's see. It can be brine in Doha on the road. We love spice too much. Yes. We love spice too much. Because we love food, you know? Yes, as we. Of course. Okay. And we can see there something, mm-hmm. Okay. Mm-hmm. I think it's like accessory. This is the design article for Homans design made really by stone, yeah, for decoration. Yeah, this is a specific. There is many kinds of stone can be done as a decorative things, as main two as a square. Mm. Look, there are for showing that in Madagascar there are many around 800 article of stone. What the kind of stone you have? For example, this one is a jasper, agate, quartz, tourmaline, everything and more. طبعا هذه انواع الحجاره اللي مستخدمه في هذه نقدر نقول الديكورات. هم يحطونها طبعا كاشياء للزينه نفس ما قاعد تشوفون, كلها حجار كريمه موجوده بمدغشقر. ونفس ما تشوفون ايضا هذه الأساور أيضا كلها مصنوعة من الحجار الموجودة في مدغشقر. What about these flowers? Flowers as for specific, we have around 1,000 article specific orchid from Madagascar. Forest orchid, indoor orchid, outdoor orchid. So we show it that orchid is for happiness. It's strange. I think it's very strange. طبعا السادة المشاهدين نفس ما قاعد تشوفون هالورد اللي موجود شكله أيضا غريب ولكن جميل جدا نفس ما قاعد تشوفونه, كأنه ورقة بيضة وراسمين عليها شوي باللون الوردي.
فرائع جدا صراحه. وهني بعض الالعاب This the Animals in مدغشقر، نفس ما ذكرنا ان مدغشقر مكان جدا طبيعي، it's a natural place. So there is a lot of animals in مدغشقر. Yes. But this one is a sign of love and solidarity. You know, in this place, father of this is monkeys. Father, yes, never give nobody attitude with a mind. Yeah. So we have around 5 more kinds of animals. This is specific of Madagascar. Only in Madagascar you can see this. طبعاً هالحيوانات نادرة لأن هالحيوانات فقط متواجدة في مدغشقر، مش متواجدة في أي مكان ثاني. عشان كذي في بداية أول ما بدينا ندخل هذا الجناح ذكرت أنا أن مدغشقر له ذكريات مع طفولتنا، ممكن معانا من مسلسل سيمبا، من الأشياء اللي احنا شفناها وإحنا صغار، المسلسلات اللي كان لها علاقة بالحيوانات، لأن مدغشقر فيها دائما أشياء نادرة. هي جزيرة الطبيعة اللي فيها مش موجودة برا أبدا، وهي وجهة سياحية عديدة، وجهة سياحية لشهر العسل، وجهة سياحية لأي إنسان بيكتشف الطبيعة الخلابة اللي موجودة في أفريقيا. ونفس ما نعرف أن أفريقيا جدا غنية. Can you tell me more about مدغشقر؟ Madagascar is, as I told you, a nice island for second great island on the world. So it's really for development, for touristic country. And Madagascar have many, as we told you before, many food, always bio. No fertilizer, organic fertilizer, but bio. Look, everything that we bring here is bio. It means it's very good for the health. Yeah. Yes, as the title of this expo, good environment, best environment. We bring here bio food for Doha, Qatar, yeah. And around. طبعا هو قاعد يشارك مع اكسبو العديد من الاشياء. مدغشقر دوله غنيه وايضا يصنعون فيها البهارات ويصنعون فيها وايد اشياء تصنع فقط في مدغشقر. Can you tell me about this, sir? What is this? This is a crystal stone really for lighting. As I seen in Doha like light. So it is the specific stone for lighting. It can give multiple face, multiple play and game for lighting. For lighting. طبعا هذا كريستال مصنوع للإضاءة. So it will be if I. Yes. So it's especially and can make B2 a decoration at home. Because it's lighting. Yes, lighting for making a decoration, for making many things. Yes. هذه معلومة يمكن أنا أول مرة أعرفها سادة المشاهدين، أن مدغشقر يعني ما شاء الله مهتمين وايد بالأشياء اللي لها علاقة بالديكور ولها علاقة بالأشياء اللي تنحط في الغرفة، التزيين والتصميم بشكل كبير. وطبعا هذه أشياء بسيطة من اللي أنا قاعد أشوفها من الأشياء المدغشقرية الرائعة في هذا الجناح. وحالياً نعم سادة المشاهدين ننتقل بالصوت والصورة إلى زملائي في الاستديو. مشعل حسن شكراً على هذه المعلومات. خادي يقول مدغشقر زين حق شهر العسل. يقول يبغينا نروح إن شاء الله ويتزوج ويروح شهر العسل. محمد نزورها على الأقل إحنا كسياح. صح أنا وياك. إحنا ممكن أي. أوكي إن شاء الله. مشاهدينا مستمرين معكم، ولكن فاصل وبعد الفاصل نكمل فقراتنا، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونتابع الحوار مع ضيفنا السيد احمد مطر الشمري رئيس قسم الرقابه الصحيه في بلديه الخور عن اليوم العالمي للاغاثه. ولكن خلونا نتوقف مع تقرير عن انجازات دوله قطر في مجال ضمان الامن الغذائي والتوسع في مجال الصناعات الغذائيه المحليه، نتابع. نحو اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء، تواصل قطر جهودها الحثيثة ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق الرفاه لشعبها وضمان أمنه الغذائي. وعملت دولة قطر على زيادة طاقة الإنتاج المحلي في مجال الغذاء من خلال دعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فكانت الطفرة في الصناعات الغذائية التي عرفتها الدولة خلال السنوات الأخيرة قد شكلت مساهمة كبيرة في تغطية الطلب المحلي على العديد من المنتجات الغذائية الأساسية. وقد شهدت منتجات مثل الألبان ومشتقاتها والزيوت والمخبوزات والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والتمور ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المصانع والمنتجات المقدمة للسوق، ما ساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير. وقد حققت قطر نسب اكتفاء ذاتي عالية في عدد من الصناعات الغذائية كالألبان الطازجة بنسبة فاقت 106% والدواجن الطازجة بنسبة 127%، فيما بلغ الإنتاج المحلي من الخضروات نسبة 100% خلال الشتاء. وتأتي هذه الإنجازات الكبيرة في ظل اهتمام متزايد بالإنتاج المحلي ودعمه وتطويره من حيث الجودة والتنافسية والكم. وبحسب دراسة صادرة عن وكالة ترويج الاستثمار، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً في إنتاج الغذاء محلياً أو الاكتفاء الذاتي، حيث تنفذ استراتيجية للأمن الغذائي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% في 2023، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تكنولوجيا الزراعة. وقد حازت الدولة على المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2021، وهو تصنيف سنوي للأمن الغذائي يضم 113 دولة، ويتناول أربع ركائز أساسية هي القدرة على تحمل التكاليف والتوافر والجودة والسلامة والاستدامة والتكيف. شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي يتكلم عن الامن اللي هو الغذائي، الامن الغذائي مثل ما قال، قلت الامن الاغاثي مساء، نفس الشيء تغيثهم بالغذاء. نعم، ومعنا في الاستديو السيد احمد مطر الشمري رئيس قسم الرقابه الصحيه بوزاره في بلديه الخور. ابو مطر، خلينا نتكلم على يعني الدور اللي يقوم فيه قسم الرقابه في بالتحديد لضمان سلامة المنتج الغذائي بالتحديد في الماء. في الماء طبعا دور قسم الرقابة الصحية في البلديات هو المحافظة على سلامة الغذاء عن طريق متابعة والتفتيش ومراقبة جميع المراحل تحضير الغذاء من المنتجات الأولية إلى نهاية التصنيع. فحنا دورنا نفتش على عملية التحضير والظروف المصاحبة لها وعلى العاملين عليها وعلى سلامة الغذاء، وأن المنشأة تكون يعني مطابقة للمواصفات والاشتراطات، مطابقة لقانون الغذاء رقم 8 لسنة 90. فحنا نختص في المجال هذا في سلامة الغذاء، وعندنا أساليب كثيرة منها التفتيش الدوري، التفتيش الموجه، الحملات، أخذ عينات، يعني مرات نأخذ عينات لمنتجات معينة. في تفتيش مفاجئ؟ في حملات، في مفاجئ. تفتيش موجه، في مبني على شكوى، في سحب عينات فقط، يعني فقط نروح نسحب عينة يعني. فالعينة نرسلها لمختبر وزارة الصحة ويوفونا بالنتيجة، ومنها أيضا المياه نأخذ عينات، عندنا شركات كثيرة يعني حسب النطاق الجغرافي للبلدية. عندي أنا في الخور في شركات ناخذ من منتجاتهم مياه ونوديها للصحة ونتأكد من سلامة المياه فيها، لأن احنا يعني معنيين في اليوم هذا، لأن الماء يؤثر على المنتج كامل، يعني سلامة المياه تؤثر على المنتج حتى في المصانع، في
طرق تحضير المياه دواجن في كل الأمور يستخدم في الغسيل يستخدم في فحن دورنا نتأكد أنه موافي الاشتراطات في نسب الكلور في النسب المطلوبة ونتأكد أيضا قلت لك مثل ما نستعين بمختبر الدولة لوزارة الصحة فنرسل لهم عينات ويوافونا فيها وبشكل دوري نكون يعني ماشيين على سيستم معين نحافظ على المنطقة كاملة بالتفتيش الدوري والموجه والحملات. زين على سبيل المثال لقيت عينة غير صالحة في خلينا نقول في مصنع كبير، طبعا إغلاق مثل هذا المصنع قد يسبب مشكلة سواء في الإنتاج أو في رغم أنه ممكن تكون المشكلة الإشكالية بسيطة جدا، الإجراء اللي ممكن تتبعونه في إذا أخذتوا مثلا عينة ماء ولقيتوها غير صالحة لأي سبب إن كان، شو الإجراء اللي يكون متبع؟ هل يمهلون؟ هل تعالج من قبلكم؟ إيش اللي يصير بالضبط؟ طبعا هو حسب شوف التعامل حنا حسب الخطر حسب الريسك أسسمنت في المنشأة، فإذا كانت مثلا مطعم صغير يكون تعاملها بستاندر معين في المصانع لها ستاندر معين، فمثل مواضيع العينات إذا كانت عن طريق شكوى أو عن طريق سحب عينات دوري وطلع معانا النتيجة أنها غير مطابقة حسب المصنع وحسب هذه ويصير فيها تحقيق لأن المصنع خط إنتاج طويل ومثل ما قلت لك يعني حسب المنتج، يعني عندنا احنا في الدواجن كل وزن له خط إنتاج وكل يعني لها دقيقة والمياه تدخل في عملية التصنيع في أكثر من مرحلة، فإذا أخذنا عينات وصارت عندنا حالات كثيرة نأخذ عينات للمختبر نبدأ نوقف خط الإنتاج نحقق في الموضوع نشوف الدوكيومنت اللي عندهم كيف هم خلطوا الماء مع المواد كمية الموجودة. المادة اللي في السوق يتم سحبها من السوق إذا كان فيها تعميم، لأن قلت لك هو ما نقدر نوقف المصنع بشكل دايركت لكن نحقق في الموضوع ونوصل النتيجة وبعدها نتخذ إجراء سواء تسكير المصنع أو سحب المنتج. سحب المنتج والريكول اللي موجود هذا على طول من تطلع نتيجة العينة غير مطابقة نسحب كمية من السوق نسحب الكمية في السوق نأخذ عينات أخرى نسوي التأكيد على المصنع الكميات اللي موجودة في السوق تأخذون منها عينات تحققون منها بشكل عشوائي قبل لا تسحبونها يعني أكثر طبعا ممكن المنتجات تكون يعني مصدرها في الدوحة ممكن تكون مصدرها في الريان ممكن تكون مصدرها في الشمال، فالبلدية المعنية تمسك الموضوع وتسلمه للبلدية اللي فيها المقر أو المنشأ وتتابع عملية التحقيق فيه لأنه ممكن تكون فيه مشاكل يعني كبيرة ممكن يكون خطأ بسيط يعني وممكن تكون العينة نفسها من ضمن 100 عينة هي اللي هي الوحيدة هي الوحيدة. جميل، أنت تكلمت عن مصانع فيها خط إنتاج طويل، إيش المقصود خط إنتاج طويل؟ خط الإنتاج يعني تختلف ان احنا طبعا اداراتنا كثيره وعندنا الثروه الحيوانيه، فاحنا بعد هذه مشكله اذا وقفنا الانتاج يظل الحي موجود فتتولد مشكله ثانيه، فاحنا لازم نكون سلسين في الموضوع ونشوف مراحل التصنيع كامله. فخطوط الانتاج في المصانع في عندهم اكثر من خط انتاج، خلينا نضرب مثال الدواجن مثلا يكون في احجام بدون ذكر اسماء يعني احجام 500 1000 1200 هذه احجام وغير كذا المنتج نفسه ممكن يكون مقطع فيدخل في بروسس ثاني تدخل فيها المياه وهذا خط انتاج ثاني يعني ممكن تكون العينة المقطعة فيها غير مطابقة والعينة في الدجاجة الكاملة طبيعية من نفس الحجم فقد يكون في مرحلة التقطيع في مرحلة التنظيف صار فالمراحل كثيرة في التصنيع فممكن تكون مرحلة بسيطة أو نسبة كلور أو نسبة بسيطة متغيرة يعني سيء للمنتج لكن كان. هذا يعني يوصل رسالة للمشاهد والمستمع أيضا أن احنا بخير يعني في ناس لا متابعين وإن شاء الله الأمور طيبة ويعني والمنتج ما يوصلنا البيت إلا هو مار بعمليات ورقابة كثيرة وكبيرة فعلا تعتبر يعني قطر يعني شفنا احنا الدول اللي برا وشفنا يعني كيف عمليات تفتيشهم كيف كذا في قطر كمستوى نظافة ومستوى وعي موجود لكن قد يكون في قصور في بعض الاشتراطات قد يكون في قصور في بعض القوانين لكن بشكل عام العملية سلسة جدا وماشية. احنا نتكلم عن الوزارة بشكل عام يعني الفعاليات وأنشطة ومبادرات توعوية أكيد أنتم تطلقونها خصوصا لهذا اليوم لو تذكرها لنا. مثل ما قلت لك وزارة البلدية يعني إداراتها كثير وأكثر من إدارة تدخل في اليوم هذا يعني فأنا أقول لك بس على المستوى إدارة الرقابة قسم النظافة
وقسم الرقابة الصحية يدخلون في المسألة هذه. فعدد الفعاليات واجد، لكن كلها تحت نفس العنوان العالمي، المياه هي الغذاء، المياه هي الحياة، فكلها تكون تحت، لكن تختلف الطرق. ممكن في بعضهم يسوي محاضرة توعوية، ورش عمل، توزيع بروشرات، رسائل تذكيرية، هو الهدف منه بس أن تبين قيمة المصدر هذا، وهو مصدر ثمين. صحيح أن عندنا بكثرة وننعم فيه، لكن في دول تفتقره. قد يكون سبب معين، سواء كان أزمة يعني طبيعية أو كارثة طبيعية أو أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية، كلها تأثر في المواضيع هذه. فالوزارة بشكل عام في الأمن الغذائي، في إدارة الشؤون الزراعية، في الرقابة الصحية في جميع البلديات، كلهم لهم أنشطة ولهم فعاليات، لكن ما يحضرني لأن هي اليوم صارت. نعم. فحنا عندنا مثلا في الخور سوينا فعالية، فعالية توعوية، موزعة توعوية في المجمعات، هو مجمع عندنا وعندنا في المدارس، وفيه في مول الخور يعني صار. ايه. وفي مدارس بعد نتشارك معاهم. أجمل شيء تكون أحمد في المدارس عشان توصل رسائل للصغار، نوصلها وتنمي الفكرة في بالهم. هل أنا هذا اللي أقصده، أن إحنا وزارة كبيرة والكل يسوي، يعني بلدية الخور تسوي، بلدية مصر تسوي فعالية، بلدية، وكل يختص في شغلة معينة. نعم. إحنا مستمرين معك أخونا أبو مطر، لكن ننتقل إلى زميلنا منذر ثاني المتواجد حاليا في كتارة، بالتحديد في مهرجان كتارة للرواية العربية. منذر، الكلمة عندك. شكراً، شكراً لكم زملائي في الاستوديو، ومستمر معاكم في تغطية اليوم، تغطية المعرض المصاحب لمهرجان كتارة للرواية العربية. واليوم معي أحد ضيوف المعرض، الكاتب الأخ علي المسعودي. علي المسعودي، أمس عليك بالخير، وياليت لو تحدثنا عن زيارتك اليوم لهذا المعرض. يا مرحبا، وتشرف. الحقيقة أول مرة أنا اليوم أزور المعرض، كان المفروض أحضر الافتتاح، ولكن أنا من المحبين للرواية بشكل عام، ومن المنغمسين في كتابتها قراءتها وتحليلها. أسعدني جدا في هذا المهرجان الاحتفائية اللي تمت بالكاتب إحسان عبد القدوس، لأن أنا أول من تفتحت عليه عيني في قراءة الرواية هو إحسان عبد القدوس، وتحديدا في روايته لا أنام. هذه الرواية التي تمثل في وجداني الكثير، لأنها كانت بداية التفتح في معرفة هذا العالم الروائي، وتلك الفكرة التي تتحدث عن المرأة وهي تتعامل مع الرجل مثل تعامل الطفل مع اللعبة، يبكي حتى يحصل عليها، فإذا حصل عليها كسرها بمجرد انتهاء. ثم انتقلت إلى رواية الأخرى أنا حرة، وهو يتكلم عن نفسه بشخصية المرأة والطريق المسدود، وروايته الجميلة المؤثرة بعبارتها العجيبة: نحن لا نكذب ولكن نتجمل. أنه كل إنسان فينا يحاول أن يتجمل ويظهر شيء غير حقيقي فيه أمام الناس، أمام الجمهور، وهذا نوع من التجمل الذي يشبه الكذب، أو الكذب الذي يشبه التجمل، ومتفق عليه من بين جميع الناس. المعرض فكرته جميلة جدا، وندواته اليوم أنا حضرت تدشين قدمه الأستاذ والصديق جمال فايز لكتاب نورة دراق عن الحساب الذهني، أيضا يعني فكرته جميلة جدا. المهرجان السنوي للرواية من خلال كتارة وجهودها في خدمة الثقافة في مناشط عديدة صراحة، مش بس الرواية، فكرة جميلة جدا ومذهلة. وأيضا هذا المعرض الكتاب المصغر الذي أيضا يخدم فكرة رعاية قطر للثقافة، وخاصة بعد الإعلان الأخير أن لوسيل هي عاصمة الثقافة الإسلامية ل 2030، يعني انطلاقة بإذن الله تعالى موفقة. الله يعطيك العافية ومشكور. اليوم احنا بعد ما شاء الله شفنا تنوع كثير في 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 دور النشر، تنوع في نوعية الكتب التاريخية، حتى لمسنا ما شاء الله كتب حق الأطفال. لو تكلمني عن أهمية كتب الأطفال اللي موجودة اليوم في معرض كتارة. يعني أنا طبعا أشجع دائما سحب الطفل إلى عالم القراءة وإخراجه من هذا السجن الذي سجن فيه.
مو بس انه التواصل، هي تحديدا الالعاب الالكترونيه. الطفل ما اصبح يستفيد حتى من التكنولوجيا الا بجهه واحده، هي دخوله في هذا العالم الوهمي الذي يعتمد على اللعب العنيف، القتل، وايضا تركيز صانعي هذه الالعاب الالكترونيه على المشاهد الغير المحببه، الخارجه عن المالوف، الخارجه عن الاخلاقيات. وايضا اصبح الطفل محبوس في مكان مظلم، مش بالغرفه، ايضا حتى في ذهنه، هو في زاويه نحن لا نعرفها. فنحتاج الى مد حوار بيننا وبين الطفل، سواء من خلال الكتب او من خلال المناهج. يعني اعتقد ان تعاون مثمر يجب ان يتم بين معارض الكتب وما بين المناهج ووزارات التربيه، حتى الخروج بمنهج جيد يخرج لنا جيل نحن نحتاجه. الامه تحتاج الى الجيل القادم. يعني يجب ان نعترف ان جيلنا جيل فاشل، ما حقق هوية مهمة. يعني صحيح أن يعني حافظنا على الأخلاقيات وحافظنا على المثل وقدرنا أن يعني نتمسك قدر الإمكان أمام التغريب، ولكن ما حققنا شيء تفخر فيه الأمة. نحتاج على الأقل أنه نصنع للمستقبل، إذا ما إحنا ما صنعنا أنفسنا، على الأقل نصنع للمستقبل جيل يتحدث أمام العالم بفخر لنفسه يعني. ونسأل الله التوفيق. وياك يا رب. لو تحدثني اكثر عن مشاركتك اليوم في مهرجان الروايه العربيه، هل شاركت باحد النسخ السابقه؟ ولو تحدثني عن هل الصياغ بالضبط، الجائزه نفسها، حدثني عنها اكثر. والله هي الجائزه حقيقه طموح، وخاصه انه عمل فرع للمبدع القطري في مجال الروايه، و ما أسعفني الوقت أني أنا أشارك بعمل روائي، مع أني يعني طبعت، ولكن يجب أن يعني تشارك في عمل مو لأجل المشاركة، لأجل القيمة التي تستطيع أن تحققها. حتى لو أنت ما حققت، يعني مثلا اللجان التحكيم ما اختارتك، تعتقد أمام نفسك أن أنت أنتجت عمل روائي يوازي ما ينتج في هذا العالم أولا. ثانيا يجب أن لا تخذل قيمك وأمتك. نحن شاهدنا الآن في هذه الفترة التي ظهر فيها الاعتداء الصهيوني على غزة، كثير من الكتاب والأدباء المهمين جدا العرب على مستوى العالم خذلوا القيم العليا. طيب أنت ما نفعك أدبك؟ يعني إذا أنت أدبك ما ارتقى فيك، يعني إبليس ترى مثقف، إبليس يعرف الشعر ويعرف القوافي ويعرف الكتابة الجميلة ويعرف كيف يأثر في الناس ويعرف كيف يوسوس لكل إنسان بطريقته، يعني يوسوس للدكتور بطريقة ثقافية ويوسوس للاعب كرة القدم بطريقة. الثقافة لا تكفي، يجب أن يتماهى معها الفكرة، والفكرة يجب أن تتحلى بقيمة عليا. هذا مهم جدا. فالأدب لأجل الأدب، أو كما قال علي الطنطاوي، الكتابة بدافع الغريزة. هذه إشكالية كبيرة، كثير من الكتاب يعتقد أن كتابته عن الغريزة بإبداع هو الإبداع، هذا خطأ. نعم. الله يعطيك العافية، ومشكور ما قصرت على هذه المداخلة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وارجع لكم إخواني في الاستديو ونشوفكم على خير إن شاء الله. منذر ثاني، شكرا على هذه مقابلة مع الزميل والإعلامي الشهير علي المسعودي، ونشكر حتى المشاركة وفالهم التوفيق كلهم. كذلك حتى في بداية ظهوره طلع مع أخونا محمد ناصر الشهواني. نعم. مسيهم بالخير والله يوفقهم إن شاء الله، ولازم أنا وخالد نحضر عندكم في مهرجان كتارة للرواية العربية. ضيفنا العزيز، نشكر وجودك معنا أحمد مطر الشمري، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الخور، وبيض الله وجهكم، ما قصرتوا على جهودكم إن شاء الله. الله يجزاك خير يا حبيبي. شكرا يا أحمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية هذه الحلقة، الوعد معكم غدا بإذن الله. تمسونا على خير.